يا دكتور يعني دكتوره في ملاك الابل، يعني لو بيقولوا اللي يدرس في ملاك الابل قلت شو بدرس في ملاك الابل؟ نورنا يا دكتور. انت طول عمرك. حقيقه الموضوع هذا من الموضوعات اللي صحيح الجديده، لانه كان في عام 2000 ميلادي دراستي، وانهيتها في بريطانيا في ما شاء الله تقريبا عام 2003 2004. وسبب اختياري للموضوع حقيقه حبي للموضوع ملاك الابل. والدي رحمه الله عليه كان مالك ابل ما شاء الله، واعمامي ملاك هجن، فكانت الدراسه عن الخصائص الاجتماعيه والاقتصاديه لملاك الابل والهجن في المملكه العربيه السعوديه. واجريتها في بريطانيا في عام 2000 كما ذكرت في دراسه ميدانيه، ولله الحمد والشكر وجدت تجاوب حتى عند يعني الاجانب. هذا المخلوق له قيمه كبيره حقيقه، اينما كان اينما ذهبت في اي مكان في بريطانيا او في اي دوله او في مؤتمر عالمي وقلت له من دراستي عن ملاك الابل، جد يسرون حقيقه ويبحثون ويسالون، لانه يعتبرون من الموضوعات اللي تجد اقبال كبير ولها يعني شعبيه كبيره وكل الدول تسعى فيها. والشاهد عليه هو تأسيس المنظمة الدولية اللي أنت ذكرته قبل قليل. يا سلام يا سلام. يا دكتور دائما يقولون، هم طبعا يرونها من باب النقد وحنا نراها من باب الفخر، أنتم أهل جمال بس كذا يقولون، يرمون لنا احنا بالكلمة هذه. أنا السؤال اللي أبغاه الآن، تدرس دكتوراه في بريطانيا عن الجمال، طيب البريطانيين لما يدرسون يعني هالجانب من المواد الخاصة بالإبل وكذا، وش نظرتهم؟ يعني يصدق القول في مسألة اختيار الموضوع. لما بدأت ما كان فيه مراجع حقيقة، ولهم من يسمع، ما كان فيه كتب ولا شيء. فأذكر المشرف يعني يحب العرب، المشرف بريطاني، وسبق أن فلما قدمت له الخطة البحثية بعد دراسة المقررات، قال لي هل عندك مصادر؟ هل في مراجع؟ الموضوع جديد لم يبحث من قبل، طبعا لابد يكون موضوع جديد في الدكتوراه، أي دكتوراه، لكنه ما في مراجع أدبيات حتى تستفيد منها. في عن الإبل ألوانها وأنواعها وأعدادها ويعني أهميتها، لكن عن الملاك أنفسهم لا يوجد شيء. فقال لي اذهب للمكتبة ابحث قبل. فذهبت للمكتبة لقيت وايت كامل، كتاب اسمه وايت كامل، توي بادي اللغة الإنجليزية تقريبا. فلما جبت الكتاب وعطيته اياه قاعد يضحك، قال هذا عن الدخان شركة دخان وايت كامل. لكن عندهم المكتبات البريطانية معروفة، البريتش لايبرري، يعني حقيقة فيها مصادر كثيرة. صحيح انك تسافر، لانه يضعونها في القرى وفي اماكن النائية حتى يكون الـ يعني تتفق مع البيئة. وذهبت حقيقة وجدت الحمد لله مراجع، وكانت فتح رسالة لدراسات وابحاث جديدة ايضا في جميع دول العالم. لا الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله، اسال الله ان يوفقك ويسعدك يا رب يا الله في الدنيا وفي الاخره. ها اشتقنا لسه نعرف هذا، وش هو البحث هذا؟ ما بعد شفت شيء، ما جاك من الجمل لذنه، ما بعد جاء شيء. حتى لذنه ما بعد جت. دكتور بتسمع من شيء طيب اليوم باذن الله تعالى. طيب الملاك شو استفادوا من يعني معلش الدكتور خالد ماذا قدم للملاك الان؟ الملاك حقيقة أنا أعتبرهم يعني تاج على رأسي. يا سلام. ومثل ما قلت لك، أنا بدراستي هذه وبخدمتي كأني يعني هي من رضا الوالد والوالدين. الحمد لله. أعتبر إني أمشي في طريق يحبها الوالد الله يرحمه. يا سلام. وهذا اللي خلاني حقيقة أسعى فيه كثيرا، ويعني أتحمل مصاعب كثيرة ومشاق، ولله الحمد استفادوا كثير من الدراسة، كونها يعني قدمت أول دراسة في العالم تقدم عن خصائص ملاك الإبل، سماتهم الاجتماعية والاقتصادية، دراسة مقارنة بين ملاك الإبل وملاك الهجن. يا سلام. لأن في فرق. نعم. فلما صحيح. نأتي للفروق يمكن ما يعرفها المتخصص، لكن في فرق. ولذلك تجد عندنا في المملكة الذي يشرف على الإبل نادي الإبل، والذي يشرف على الهجن الاتحاد السعودي للهجن. أقول الله يرفع قدرك.